استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء استعرض سموهما مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث شددا على أهمية ما أكد عليه جلالة الملك المفدى خلال لقاء جلالته بسموهما وعدد من المسؤولين بشأن الوضع في المنطقة. وتطرق سموهما إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين مع الأشقاء للتعريف بحقيقة الوضع في المنطقة وما تتعرض له من محاولات للتدخل في شؤونها وتعكير صفو أمن دولها واستقرارها. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد بأن مملكة البحرين تحرص على مد يد التعاون للجميع وتأسيس علاقات صداقة تقوم على الاحترام المتبادل دون ما التدخل في الشأن الداخلي.